السلام عليكم. في سياق التطوير نتاع البنى التحتية اللوجستية للسكك الحديدية تمشيا مع توجهات الدولة والرامية إلى رفع من طاقة التخزين ونقل الحبوب، إذا تعمل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإنجاز والاستثمارات من السكك في السكك الحديدية على ربط 7 صوامع لتخزين الحبوب التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب، إذن الوايسي، وربط هذه المخازن 7 بشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ويتعلق الأمر بالصوامع الخرسانية بكل من الخروب ولاية قسنطينة وبوشقوف بولاية قالمة وبازول بولاية جيجل وكذلك تلاغمة بولاية ميلا ووادي تليلات في وهران بولاية وهران وعين تالوت بولاية تليمسان، إذن وكذلك مخزن الحبوب بولاية تيبازا ببلدية حمر العين، إذن فيه 7 مخازن الحبوب يتم حاليا العملية تعربتها بشبكة الوطنية للسكك الحديدية، فيما فيه 7 يعني مخازن الحبوب أخرى سوف يتم إدماجها في إذن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المستقبل، ليصبح العدد 30 إلى يصل العدد إلى 30 مخزن عبر كل تراب الوطني. إذن وعرف هذا المشروع الاستراتيجي انتهاء ربط الأشغال نتاع الصوامع الخرسانية 3 بقالمة وجيجل والخروب، فيما بعد تبقى المخازن الأخرى قيد الأشغال لتنتهي في الأشهر القليلة القادمة. نترككم تتابعون إذن ما تبقى من هذا التقرير حول بلدية بوشقوف بولاية قالمة، إذن الصور من هذه الولاية، نترككم إذن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. لا يستمر.